مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحقيقة كما هي. وكما تعودنا دائما نحاول قدر الإمكان أن نبحث عن الحقيقة وننقلها كما هي وننقل تفاصيلها في هذا البرنامج. فأهلا ومرحبا بكم وإلى عناوين هذه الحلقة. لأنه قال وزير الداخلية هتجد سجون وأنا سوف أدي لكم السجون ومخطط السجون السرية وغيرها. تسريب صوتي لبرلماني يؤكد وجود سجون سرية للمختطفات من قبل ميليشيات الحوثي. لجنة حقوقية وقانونية، ما يحدث للمختطفات امتهان لكرامة المرأة اليمنية وحملة تشهير وتهديد تطال القاضي عبد الوهاب قطران. ميليشيات الحوثي تسرق أموال الشعب باسم فلسطين والفلسطينيون يردون. الملك الحوثي يتضامن مع الشعب الفلسطيني، عبد الكنادر عبد النعال يتضامن مع الشعب الفلسطيني، مش بس هيك لا، وبنلملهم تبرعات. الله الله، لكن يا ابن الحرام قاعد بتجمع تبرعات والشعب اليمني مش لاقي ياكل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شكلت قضية الاختطافات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق المرأة اليمنية تحديا حقيقيا لمصداقية الدول. شكلت قضية الاختطافات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق المرأة اليمنية أحد أهم قضايا الإجرام بحق الشعب اليمني وتحديا حقيقيا لمصداقية الدول التي تنادي بالحرية والحقوق وحماية الإنسان والمرأة بشكل خاص. وكنا قد أوضحنا موقف بعض الحقوقيين والمختطفات وبعض البرلمانيين الذين أشاروا لهذا الملف. واليوم بيدنا تسريب صوتي يوضح مدى الإجرام والامتهان الذي تمارسه الميليشيات الحوثية بحق النساء في مناطق سيطرتها. فهذا البرلماني عبد بشر يتحدث عن المختطفات وعن السجون وعن استخدام النساء في أعمال قذرة وعن امتهان كرامة الأسر اليمنية وأشياء أخرى لم تفصح عنها هذه التسريبات، ولكنها موجودة في أرض الواقع يشيب لها الولدان كما يقال. لأنه قال وزير الداخلية هتجد سجون وأنا سوف أدي لكم السجون ومخطط السجون السرية وغيرها. خلقوا الوزراء والأقوى أعضاء مجلس النواب، أعتقد أن هذا الأمر لم يأتي به أحد من الموجودين. هنالك ملفات تجهز باعترافات لنساء وتكليف لاستهداف شخصيات من مجلس الوزراء ومن المجلس السياسي ومن مجلس النواب. يا أخوان عايز على الأقل امسكوه، عندنا يجيك مفرق، إما ترسل له أنت. يا أخي عيب مثل ما حول الأشياء، عيب. هذه الرسائل لأشخاص يتبعون الجهاز الأمني ولديهم سجون خاصة، وهذه بعض الاعترافات، وهذه قائمة بالأشخاص بالنساء والأشخاص المستهدفين وأماكن التحقيق والبعض من المحققين. لكن ما بسيش نشحن للحل عادي. أليس ما أمير المؤمنين بيقول فليكن أبعد رعيتك منك وأجنعهم عندك أطوبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق بسترها. فلنقوم هذا أمير المؤمنين هذا، أليس ما إحنا نفذ توجيهات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ قال فإن في الناس عيوب الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عن ما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت، يستر الله عنك
منك ما تحب ستره من رعيتك، هذا أمير المؤمنين. نعم في نهج البلاغة، أدي لك رقم الصفحة. نعم حاضر. رئيس الوزراء هذا من النيابة، الأخ النائب العام تحية طيبة، وبعد بالإشارة إلى مذكرة النيابة الابتدائية برقم وتاريخ بشأن موالاة النيابة الجزائية المتخصصة التحقيق في القضية برقم وتاريخ، والمتهم فيها سلطان صالح زابل مدير البحث الجنائي في أمانة العاصمة، حول إيش؟ بتهمة تشكيل عصابة مسلحة للاعتداء على مبنى نيابة الأمن والبحث، والاعتداء على وكيل النيابة وعرقات سير العدالة، والتدخل في شؤونها، وحج أشخاص بدون مسوغ قانوني، وإعداد سجون خاصة بهم لحجز النساء فيه وبدون أي مسوغ قانوني. هذا وكيل النيابة، هذا أمر قضائي لمدير عام البحث الجنائي بالإلقاء القبض القهري، وهو الآن مدير البحث الجنائي. يعني ونقول له القاضي نشي، والله نشي حكم رشيد ونشي. هذا مجلس منتدى القضاء رفع بنفس الشخص هذا أن لديه سجون خاصة، وأنه متهم بتشكيل عصابة مسلحة، ونعمله يعني مدير عام البحث الجنائي. هذا طلب من البحث الجنائي يديله باسمه سجناء، رفض. هذه قائمة بالسجون الخاصة والعامة والذي يتم التبادل فيها. هذه سجون السرية في صنعاء. الأخ الرئيس أخيرا ماشي في النقاط، لكن الحبس والإخفاء القسري هنالك موضع الآن. أنا أشكر البعض من الأجهزة القضائية والنيابات العامة لأنها رفضت بعض الدعاوى الكيدية. هنالك موضوع قد موضة، موضوع الدعارة، ورس صور المجتمع اليمني إنه ما في عنده مهلين للدعارة. أي واحد يحبس الآن قالوا من ضمن التهم حقه إنه يا مشارك في شبكة الدعارة، يا إنه رئيس شبكة الدعارة. يا أخوان هذا الموضوع بالذات يمس بالمجتمع اليمني وبالأسرة اليمنية. هنالك مخفيين وبعدها يطلقين بعد سنة. مشاهدينا الكرام، كنا قد تحدثنا في السابق حول هذا الموضوع، ولكن لم نحصل على هذا التسريب، ونحن نعلم حجم الإجرام الذي يتعرض له أبناء الشعب اليمني وخاصة النساء، حجم التهم والتلفيقات التي تمارس بحق البسطاء، بحق الناس. هناك سجون، وهناك أقبية، وهناك فلل استخدمت سجونا ومراكز للتعذيب، وهناك نساء استخدمنا لأغراض سيئة من قبل هذه الميليشيات الإجرامية. تحدثنا كثيرا، وهناك ألف دليل ودليل في هذا الموضوع، ولكن هذا التسريب من قبل أحد أعضاء البرلمان وفي هذه الأوقات يؤكد بما لا يدعو مجال للشك أن هذا الملف أصبح أحد الكوارث الأساسية والجرائم المشهودة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق المختطفين في مناطقها. نعتبر أن كل الشعب اليمني في مناطق ميليشيات الحوثية هو شعب مختطف ومغلوب على أمره، رجالا ونساء وأطفالا. كيف يمكن أن ننقذ هذا الشعب؟ كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الإجرام وهذا التوحش؟ كيف يمكن أن نوعي هذا المجتمع أن يكون حاضر في مواجهة كل هذه الأشكال من استخدام كل وسائل ومؤسسات الدولة للضغط عليه، للتشهير به، لقتله، لامتهان كرامته؟ يسرنا أن يكون معنا الأستاذ مفضل إسماعيل الأبارة، عضو مجلس النواب. أستاذ مفضل، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك أخي الكريم ومساء مشاهديك الكرام في كل مكان. أستاذ مفضل، يعني ماذا أضاف هذا التسريب للبرلماني، لزميلكم البرلماني عبدو بشر، لملف امتهان كرامة المرأة اليمنية والمختطفات والسجون والممارسات التي تمارسها ميليشيات الحوثي؟
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. في الحقيقة أخي الكريم لم يضف ما عبر عنه الأخ عبد بشر وغيره من النواب المختطفين الذين يحاولون أن يظهروا بعض الأمور التي يعني ماذا أقول لا تساوي شيء، لا تساوي 10% أو 5% مما يمارسه الحوثيون من إجرام في حق بلدنا، في حق شعبنا، في حق رجالنا ونسائنا وأهلنا في اليمن. أقول أخي الحبيب، جاء الإسلام ليحمي الكليات الخمس التي جاءت كل الأديان لحمايتها: المال والعقل والعرض والنفس والدين، وجاء الحوثي ليهدم كل هذه الكليات. فقد هدم الدين بهدم المساجد وبتفجير دور القرآن وبتحويل المساجد إلى أماكن للرقص وبالاعتداء على العلماء واغتيالهم واعتقالهم، وقد اعتدى على النفس بالقتل الذي لا يضبطه أي قانون، لا عرفي ولا شرعي ولا غير ذلك. القتل لمجرد القتل، القتل لشهوة القتل، القتل على أبسط الأشياء. يعني مجرد مشرف ما يطلب من أحد المواطنين أن يبتزه بشيء رفض قتله، كما تقتل الكلاب، كما تقتل الدواب بدون أي قيمة. نعم. وجاء الإسلام ليحمي العقل، فمعروف أن الحوثيين وسعة الشوارع بشكل عام والسعة في المنطقة للأسف، حسن نصر الله وغير من للأسف الشديد، لا أقول الشعة ولكن أقول أذناب إيران وعملاء إيران، نعم، أنهم تجار مخدرات كبار، ومعروف ماذا يستعمله الحوثيون لجنودهم ولمقاتليهم من أدوات التخدير المختلفة ومن تغييب العقل بالطرائق المختلفة. وأما المال فما أبقوا للناس شيئا، يعني حتى على مستوى الدكاكين الصغيرة والبيوت والمحلات نهبوا كل شيء. كل مرة يخترعوا لها مناسبة، وكل مناسبة فيها جباية يأخذون ولا يدفعون شيئا، لا مرتبات، لا التزامات، لا يوجد أي شيء. يعني كان الناس يقولون أما العرض فلا يمكن أن يصلوا إليه، أما العرض فهو كعبة اليمنيين المحمية التي لم يجرؤ عليها أحد منذ كان اليمنيون، لأنهم أهل إباء، أهل شكيمة، أهل شرف وعرض، يغارون على أعراضهم، يغارون على نسائهم، والمرأة عندنا شيء مقدس، خط أحمر يعني يتجاوز كل الخطوط الحمر. لكن هؤلاء للأسف لا يحكمهم دين ولا ضمير ولا قبيلة ولا عرف ولا شيء، تجاوزوا كل شيء ووصلوا إلى الأعراض بهذه الطريقة المهينة. طيب. والله ما كنا نتوقع يوما أن يكون في اليمن مثل الذي يحصل فيه الآن، وخاصة بالنسبة للأعراض التي هي حرمة كل مسلم، التي هي كعبة كل مسلم، التي هي يعني الدين والعرف اجتمعت فيها، وفي ضرورة الدفاع عن الأعراض وعدم المساس بالنساء بالحرمات. لكن هؤلاء للأسف الشديد يعني ابتلانا الله بهم، ربما يعني ماذا أقول، لم يبتل الله قوما بما ابتلانا به من هؤلاء المجرمين الذين تجاوزوا كل شيء. نعم. مثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان يا أخي الكريم. هل 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 مثل يعني هذه الملفات التي طرحت والتي نوقشت والتي يعني في يعني أدبياتها موجودة لدى بعض النواب، هل أنتم في مجلس النواب ناقشتم مثل هذه الموضوعات وجهزتم بعض الرسائل أو تواصلتم مع بعض الجهات الدولية والحقوقية الإنسانية وما إلى ذلك؟ هل من نشاط معين يعني توازى مع مثل هكذا موقف؟ مشكلة أخي فؤاد، وأكون معك صريحا، للأسف الشديد الحوثي بما لديه من آليات مختطفة وغير شرعية يعمل بوتيرة عالية أعلى من الشرعية بكثير، رغم عندها المؤسسات الشرعية وعندها الإمكانات التي يمكن أن تتحرك بها على مستوى العالم. مجلس النواب تعرف أنه عقد جلسة يتيمة في سيئون منذ سنتين بدون الانعقاد، يعني حتى رسائل معينة لحظة سأقول لك. أنا أقول طبعا مثل هذه الأمور قائمة على المستوى الفردي بيننا كنواب، يعني هنالك يعني في معظم لقاءاتنا سواء عبر وسائل الإعلام أو حتى التواصل الخاص بيننا وبين الزملاء عبر مجموعة مجلس النواب، نطرح مثل هذه القضايا ونطرحها، وطرحناها للبرلمان العربي وطرحناها للبرلمانات الدولية. نعم. هذه القضايا هي من المستندات التي يستند فيها المجلس إلى مدى الإجرام الذي أو أحد الأدلة التي يقدمها أعضاء المجلس يعني مع الأدلة التي يقدمونها، وهي كثير على جرائم الحوثي في حق أبناء البلد رجالا ونساء. نعم. لكن هذا لا يكفي،
نحن كنا طرحنا في جلسة سيئون لو تذكر، طرحنا أنه يجب على مجلس النواب أن يتخذ القرار الصحيح، وهو أن هذه الجماعة حركة إرهابية لا يجوز التعامل معها ولا التفاوض معها، ويجب تجريمها، وليس فقط تجريمها ولكن تجريم كل من يدعو إلى الفكر السلالي حاضرا ومستقبلا، وإنزال أشد العقوبات به، لأن هذا ما نعانيه من هذا الفكر السلالي، وهذا ما نعانيه من هذه الأجندة المريضة التي أثقلت كواهل اليمنيين منذ 100 سنين. أنا أقول يا أخي الحبيب، الأصل أن هذه الحركة أن طبعا يومها تدخل بعض الناس وقالوا لا، دامت الحكومة تتفاوض في ستوكهولم، تفاوضت معهم في ستوكهولم وتفاوضت كذا، فكيف تتفاوض الحكومة معهم بعد ذلك؟ ولو كنا بترنا كما يقول الإخوة المصريين، اقطع العرق وسيح دمه من يومها، ربما كانت الأمور إلى خير. ولو تحركت مؤسسات الشرعية بكامل إمكانياتها وبكامل طاقتها وبنفس الوتيرة التي بل بنصف الوتيرة التي يتحرك بها هؤلاء المجرمون، لكنا ربما قد عدنا إلى صنعاء منذ وقت. ما موقفكم من البرلمانيين الموجودين في مناطق صنعاء؟ ماذا تعتبروهم؟ طبعا البرلمان غير شرعي الموجود في مختطفين، تعتبرهم مختطفين، مسجونين، تعتبرهم تحت التهديد، أعضاء مختطفين. أنا أقول لك، وأنا شخصيا أتواصل مع بعضهم، والله إن بعضهم يقول أنه أتمنى لو أني لم أكن نائبا، لأنه أعيش تحت المجهر اليوم، لا أستطيع أن أتحرك، لا أستطيع أن أتنفس، لا أستطيع حتى أن أجد وقتا أخلو به مع نفسي ومع أولادي، أنا تحت الرقابة على طول، أتمنى أني لم أكن نائبا في يوم من الأيام. هؤلاء مختطفون ومقهورون ومغلوبون على القلة القليلة الذين تماهوا مع الحوثيين وتماهوا مع أجندتهم وآثروا مصالحهم على مصالح بلدهم، القلة القليلة، لكن الأغلبية منهم تحت التهديد وتحت الإقامة الجبرية في أحسن التعبير يعني. طيب اسمعني الآن، بس أقرأ لك بس فقط قبل 17 ساعة أحد أعضاء مجلس النواب الموجودين في صنعاء قال: في حالة تعرضي لأي مكروه أحمل قيادة القيادة الحوثية وعلى رأسهم زعيم الجماعة عبد الملك بدر الدين الحوثي المسؤولية الكاملة، كون المحرض واحد اسمه صادق الحساني أحد أتباعه وخريج دوراته الثقافية وأحد نشطاء جماعته المتشبعين بالتطرف والتزمت والكراهية، ويستلم راتبا شهريا من مكتبه، ويأتي هذا التهديد والترهيب والتحريض بالقتل على خلفية ممارسة نشاط الحقوقي وحقي في التعبير في الرأي والتعبير، نسخة للنائب العام والجهات المختصة، وأعتبر هذا بلاغا للجميع. هذا واحد اسمه صادق الحساني يهدد أحد أعضاء مجلس النواب بالقتل. نعم هذا كثير، وهذا طبعا وارد، وهذا إذا كان رئيس المجلس نفسه محاط بالحراسة حقه، أصبحت مكلفة من الحوثيين وليس من أتباعه وليس ممن يعني عينهم هو، أما غيره فمن باب أولى. أنا أقول هذا يعني بالنسبة لهم هذا يعتبر سلوك طبيعي، وأنا هذا الرجل الذي تكلم بهذا المقال وغيره ممن لا زالوا يحاولون أن يظهروا نوع من المقاومة، هؤلاء أنا أخشى على حياتهم فعلا، لأنه قد يقتلوا في بأي حادث وبأي طريقة، لأن هؤلاء لا يرقبون في وطني ولا في إنسان صاحب صوت إلا ولا ذمة. أنا أقول يا أخي الكريم، جرائمهم فاقت الحدود، لكن هذا الإجرام وهذه المبالغة فيها، هل يعني مثلا بعد هذه التهديدات، حتى ولو كان نوعنا يعني بعض الأعضاء مجلس النواب ربما يعني بعيد عنا أو ربما له موقف معين وحدث له مثل هذه التهديدات، هل سنرى في اليوم أو غدا بيان مثلا مساند مؤيد أو يعني مندد أو يعني أقل شيء نقف مع مثل هؤلاء الناس الذين يتعرضون للتهديد والقتل؟ لو تعاملنا مع هذه الحالات بشكل فردي يا أخي الكريم لاحتجنا في كل يوم أن نصدر بيان، لأن والله ما وإيش اللي معنا يعني؟ لا بقول لك لأن كل يوم هم يتعرضون إلى بيان، لكن الشرعية فتحت لهؤلاء صدورها، يا أخي انطلقوا ما يقدر يخرج لحزياز يا أستاذ، ما طبعا ماذا نفعل، يصمت على الأقل، يصمت ولا يؤيد الباطل. طيب الآن معنا هذا التبعات. بالنسبة للمرأة والمختطفات وما يتعرضن له،
يعني إجمالا مجلس النواب في هذا الملف، هل ممكن أنه ساعد، حرك، عمل شيء معين بعد أن هذه الوقائع الجديدة؟ هنالك وقائع قديمة وتم الحديث فيها مع ممثل الأمم المتحدة عن طريق رئاسة المجلس، عن طريق الأعضاء المتواصلين بنا مع الأمم المتحدة. نعم. وتطرح الموضوع عبر البرلمان العربي، وطرح الموضوع عبر الاتحاد البرلماني الدولي، وطرح الموضوع عبر كل المنظمات التي لنا تواصل، سواء على مستوى الأعضاء كأشخاص أو على مستوى هيئة رئاسة المجلس. طرحت هذه الأشياء، هذه الملفات الجديدة ستضاف إلى الملفات القديمة وتتابع. لكن في النهاية أنا أقول: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. مهمتنا الأولى إذا أردنا أن نخلص شعبنا من هذه العصابة الإجرامية النتنة الخارجة من يعني إيش من غبار التاريخ، هي أن ندعم جيشنا الوطني دعم حقيقي، وأن نوفر له الإمكانيات، وأن نكون كلنا سندا له. يجب أن تكون مهمة الحكومة الأولى هي دعم وإسناد الجيش الوطني للتحرير. يجب أن تكون مهمة البرلمان الأولى هي دعم وإسناد الجيش الوطني للتحرير. يجب أن تكون مهمتنا جميعا. بقية المهام، هنالك بعض المهام المرتبطة بالمعركة نعم ننفذها، أما بقية المهام الثانوية فهذا ليس وقتها وهذا ليس مجالها. رسالتك على المستوى التحرك على المستوى الذي تقول أيضا من المهام التي تسند المعركة، التحرك على المستوى الأممي والدولي والقانوني والحقوقي على مستوى منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الأمم المتحدة، هذا أيضا مهم لأنها تبين مشروعية معركتنا التي نخوضها وفجور خصومنا وخروجهم على كل الأعراف. طيب. الدولية وعلى كل الأخلاق الدولية. بس يعني نقطة أخيرة، أولا ما هي رسالتك للبرلمانيين المختطفين في مناطق ميليشيات الحوثي؟ هذا واحد. اثنين، هل بالإمكان أن تطالبوا بهم يعني من ويكونوا كشرط، مثلا شرط للتعامل مع أي مبعوث دولي، شرطنا هو أن يعطى أي برلماني يحب الخروج من صنعاء يعطى له الفرصة للخروج، يعني كأنه شرط أن يتم يعني محاولة إنقاذ من يريد أن يخرج من سلطة هذه الميليشيات المجرمة في صنعاء. أما بالنسبة للمقترح الأول والرسالة الأولى لزملائنا في صنعاء المختطفين في صنعاء، فأقول لهم إذا لم تستطيعوا الالتحاق بالشرعية فلا أقل من أن تقفوا مع زملائكم الذين بدأت أصواتهم ترتفع، لأنه تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. لن يستطيعوا أن يكسروكم إذا كنتم على صوت واحد. إذا اجتمع الأغلبية منكم على الأقل، وأنا أعرف أن الأغلبية ضدهم حتى من المختطفين في صنعاء، إذا اجتمعت الأغلبية منكم على مواجهتهم وعلى رفض ما يمارسونه، والله لن يستطيعوا أن يمسوكم، وسيقف العالم كله مناصرا لكم. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. أما ما يعني أقل شيء 10-15 برلماني يكون لهم موقف معين ويستطيعون بسلميتهم أن يكسروا عنفوان وإجرام هذه الميليشيات. صحيح. الأمر الثاني ما طرحته أنت هو مقترح جيد وفكرة جيدة، وأنا بدوري أرفعها عبر برنامجك إلى قيادة مجلس النواب وإلى الحكومة. يجب على أنه في أي مفاوضات ومحادثات قادمة أن نشترط على أن نطلق سراح من يرغب على الأقل. نعم. من إخواننا أعضاء. نعم. مجلس النواب من اختطاف وطائرات الأمم المتحدة عليها أنها وعبر طائرات الأمم المتحدة التي تهرب فيها المجرمين والقتلة من أنصار الحوثي للأسف الشديد. أستاذ مفضل إسماعيل أبارة، شكرا. عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، نتواصل معكم وموضوع آخر في هذه الحلقة من البرنامج الحقيقة كما هي. وعلى نفس المنوال، اختطفت الميليشيات الحوثية المواطنة انتصار الحمادي منذ أكثر من 100 يوم، ولفقت لها تهمة بعد أخرى. الأسبوع الفائت كشف وفد حقوقي وبعض الناشطين التقوا انتصار الحمادي، والتي سردت لهم ما يحدث لها وما الذي تعرضت له بيد ميليشيات الإجرام الحوثية. تعالوا معنا نتابع قصة انتصار الحمادي.
كإحدى بناتنا، كإحدى المواطنات، كإحدى النساء اللي يتعرضن لإجرام الميليشيات الحوثية، من هي هذه انتصار؟ وما قصتها؟ وما حكاية انتصار مع هذه الميليشيات؟ وهناك من زارها وقال لقد سمعت الشيء الذي يشيب له الرأس مما يحدث لنسائنا بلسان مختطفة. من طفولتي كنت أحب هذا الشيء، يعني كنت ألبس ملابس ماما أو أجلس ألبس لبسي وأدخل أغير وأخرج وأقول لهم أنا بأكون عارضة أزياء. كان حلمي إن أنا يا عارضة أزياء يعني أكون مضيفة الطيران. كان دائماً الأهل رافضين هذا الشيء ويقولوا لي ليش ما ينفعش إن أنت تكوني عارضة أو إن أنت تكوني مضيفة الطيران. كنت أقول لهم لا، هذا حلمي وبوصل. بعدين شاركت في مهرجان عرايس وفزت بأجمل عروسة، ومن هنا بدأ. اشتغلت مع كثير ميك اب ارتست ومنهات معروفة إلى مصممة أزياء واثنين محلات تراثية. أهم الأعمال اللي قمت فيها مع ميك اب ارتست وألبسة عربية وتراث يمني. العروض هم ينزلوها في صفحات المصورات وصفحات ميك اب ارتست أو صفحات المصممة. المعوقات اللي أواجهها كوني في بلد وشعب محافظ كعادات وتقاليد، واجهت أشياء كثيرة. كيف توقعين وقلن أنت يمنية؟ حرام، عيب، ما ينفعش. بس لأني أحب هذا المجال واصلت. أشتغل إعلانات والتمثيل هذه السنة مثلت في مسلسلين، سد الغريب وغربة البر، كانت تجربة حلوة. طيب أمك زمان كانوا مسوين نفس رجال. أمي كان دافع عليكن وعلى مصلحتكن وانتين ساكتات. نص مشاكلنا مع المداورة من تحت راس مين؟ من تحت راس أمك. وبعدين لا تنسيش عادك مننا رياحنية. ما نش منكم ناكرة أصليك. والله طموحي أول شيء يخرج من هذا البلد وأكون عارضة أزياء وموديل عالمية، وحلمي إن أنا أوصل للعالمية. ما عجبتهمش انتصار، لأنها لو كانت معها سلاح لو تدربت وأصبحت إحدى القتلة أو يعني التي تمارس القتل والإجرام كما هم ما تعجبهم تماما. أما إنسانة لها طموح تحب الحياة، طبعا هم يعني هذا الشيء أي إنسان يبحث عن أن يقدم شيء أن يكون مميز في هذا الواقع لا يريدون، يريدون على مقاسهم إجرام وقتل وتخريب وتدمير وزينبيات وما يحدث للنساء اليمنية. تختطفت انتصار يعني ولفقت لها عشرات التهم، تهمة تلو أخرى. يعني أولا يعني يتم اتهامها بشيء فلا يجدون مصوغات قانونية لتثبيت التهمة فيحولون التهمة مرة أخرى. تعالوا نسمع قصة الاختطاف التي مارستها الميليشيات الحوثية بحق انتصار الحمادي. اليوم موضوع الحلقة عن انتصار الحمادي، الفتاة التي تم اعتقالها أو نقول اختطافها من قبل جماعة الحوثة قبل حوالي 96 يوم من تاريخ هذا الفيديو. تم القبض عليها وهي تحمل شنطة صغيرة بيضاء وعليها تليفونها. لم يتم ضبطها في جريمة دعارة أو يتم الضبط على وهي تحمل مخدرات، لكن التهمة جاءت ضدها بأنها تتاجر بالمخدرات وأنها أيضا في الدعارة.
هكذا اتهموها. بعد تحقيق من وكيل النيابة والتحقيق معها أثبت بأن ليس عليها أي إدانة قانونية، وطلبت النيابة العامة الإفراج عنها، لكن جماعة الحوثة أصرت بالاحتفاظ بها. تعالوا نسمع القصة، ماذا حدث قبل 3 أسابيع 4 أسابيع؟ طلبوا منها فحص عذريتها، فحص عذرية انتصار الحمادي. غريبة، ما عليهم من فحص عذريتها. لتعرفوا أكثر من هي انتصار الحمادي، هي عارضة أزياء يمنية، موديل، لها صور عدة، وهي بالمكياج، وهي تلبس كوفية، وهي بشعرها، وواضح جدا أنهم استهدفوها لأنها رأوا شكلها المتحرر، استهدفوها دون أي جريمة ضدها. تقول انتصار الحمادي بأن جماعة الحوثة قاموا بتعصيب عينيها وأخذوها إلى بيوت دعارة وقالوا لها ادخلي شاركي أهل هذا البيت واستمتعي. فقالت لهم هذه دعارة. يردوا عليها جماعة الحوثة لا، هذه ليست دعارة، الجنس وشرب الخمر في سبيل خدمة الوطن ليست دعارة. طبعا هذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، ويجعلنا أن نفكر أكثر. الفتيات الآن اللي هم في سجون الحوثة، هل هم يتم استغلالهم بالدعارة؟ هم يقولون في خدمة الوطن، ماذا يعنون ذلك؟ يعنون ذلك أنهم يتكسبون في زج البنات في الدعارة للمكسب والثروة، من أجل أيضا استخدامه كمجهود حربي. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير جدا. كم من الفتيات الآن اللي هم في سجون الحوثة الذي تم القبض عليهم لأنهم معارضات سياسيات أو لأن هذه انتصار، وهذه قصة انتصار، وسنضيف على قصة انتصار. لكن دعونا أولا نرحب بالأستاذة سونيا صالح، ناشطة حقوقية وناجية من معتقلات ميليشيات الحوثي. أختي سونيا، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم بكل خير. ممكن نبدأ وإياك مما نشره القاضي عبد الوهاب قطران، ومن ثم نعلق على القصة بشكل كامل، وتحدثينا عن هذا الملف الذي أنتم الآن يعني أحد ضحايا هذا الملف، وما هي الإجراءات، كيف يمكن أن نتابع قضايا المرأة اليمنية وما تتعرض له المرأة اليمنية في سجون ميليشيات الحوثي. قال القاضي عبد الوهاب قطران، نسمع وإياكم مشاهدينا الكرام وكذلك الأخت سونيا ما كتبه القاضي عبد الوهاب قطران في صفحته في الفيسبوك. قالوا لها الشرب والجنس في سبيل الوطن. ذهبنا صباح اليوم للسجن المركزي بصنعاء لزيارة الشابة الشجاعة المسجونة ظلما وعسفا وقهرا انتصار الحمادي. أنا وكوكبه من الأدباء والمثقفين والصحفيين والصحفيات والمحامين والمحاميات، منهم القاضي أحمد سيف حاشد والأستاذ عبد الباري طاهر وأحمد ناجي النبهاني وحسن الدولة والمحامية نادية الخليفي ومحاميها خالد الكمال والأستاذة وداد البدوي وآخرين. وشرحت لنا الحمادي بشجاعة وشموخ ما تعرضت له من قهر وعسف وظلم وتلفيقات للتهم، ابتداء من اتهامها بترويج المخدرات بدون أي دليل بالنيابة الجزائية المتخصصة، ثم عندما لم يجدوا دليل ضدها أحالتها النيابة الجزائية المتخصصة لنيابة غرب الأمانة واتهموها بممارسات الدعارة بدون دليل يذكر. وقالت لنا إن الأستاذ رياض الإرياني حقق معها ولم يجد دليل ضدها فقرر الإفراج عنها، فرفض تنفيذ القرار الإفراج وكيل النيابة وأحال القضية لعضو آخر، ورفضوا بالنيابة حتى تصوير ملف القضية لها، صادروا كل حقوقها الآدمية في محاكمة عادلة أمام قاضيها الطبيعي. سألتها هل حرر محضر ضبط؟ قالت نعم، ضبطوا بالنقطة التي اعتقلتني بشملان شنطتي الصغيرة البيضاء وتلفوني فقط. وقلت لها كيف يعاملوك هنا؟ قالت معاملتهم جيدة، ولكن عندما اعتقلونا عصبوا عيوني وبصمونا على الأوراق لا نعرف ما هي، وأخذونا لمشاهدة عدة بيوت، قالوا لنا اشربوا وارتاحوا مع أهل تلك البيوت،
فقلت لهم هذه دعارة، ردوا علينا يجوز ذلك في سبيل خدمة الوطن. وعندما سمعنا منها العبارة الأخيرة صدمنا جميعا وأصبحنا بحالة ذهول. معقول وصل الانحطاط الأخلاقي إلى هذا الحد؟ هل فعلا كل شيء جائز لدى الجماعة في سبيل تحقيق مصالح ومكاسب وثروات ملوثة؟ ربما ليست ثرواتهم من نهب المواطنين، هم يبحثون عن كيف يستغلون النساء لملفات أخرى. انتصار الحمادي مسجونة إلى اليوم في حدود 100 يوم دون أي مسوغ قانوني سوى البلطجة والتعسف والعنصرية لأن أمها أثيوبية. الحرية لانتصار الحمادي، نص هذا النص للقاضي عبد الوهاب قطران. طبعا أستاذة سونيا، كيف تابعت قضية انتصار وقضية العشرات من من يعني مرينا الآن بنفس الظروف التي تمر بها المرأة والتي مريت فيها أنت أيضا؟ نعم يا عزيزي، قضية انتصار هي قضية مئات النساء اليمنيات. قضية انتصار هي قضية واحدة خرجت للضوء وخرجت للمجتمع. هناك مئات النساء قضاياهن للأسف الشديد في ظلام دامس، لم تخرج للمجتمع، لم تخرج للعالم. انتصار لأنها إعلامية خرجت قضيتها. النساء الأخريات لأن أهاليهم لا يقبلون أن تخرج قضايا بناتهم للمجتمع ويقبلون بالظلم، بظلم بناتهم بدون أن يتكلموا بسبب ما يسموه عادات والتقاليد والعار. خاصة أن الحوثيين استخدموا أساليب وقحة جدا، وأساليب أنا أعتبرها وقحة ذكية جدا، لأنهم استطاعوا أنهم يركوا على المجتمع، استطاعوا أنهم يركوا المرأة اليمنية وتداس على كرامتها بدون أن يتكلم أحد في المجتمع بسبب تلفيق تهم الدعارة والخمور وما إلى ذلك. ما ذكرته الفنانة انتصار الحمادي مضبوط، كلامها صحيح، وأنا التقيت في الكثير من النساء في السجن المركزي طوال فترة 8 أشهر وأنا في السجن المركزي. جميع النساء تعرضنا لنفس ما تعرضت له انتصار وأشد، بل وتعرضنا للتعذيب، بل وتعذيب وحرق أجسادهم، بل وتم تلفيق التهم المخلة بالأدب والشرف لهن مثل الحشيش والدعارة وما إلى ذلك بسبب هذه التهم، لكي يستطيعوا أنهم يسكتوا المجتمع، لكي يستطيعوا تركيع المجتمع. نجحوا في هذا بالنسبة تتذكر ما حدث مع سلطان زابن وما اسمهم بنات الحرب الناعمة، بنات الدار التي تم حبسهن وتعذيبهن والتنكيل بهن وتشهيرهن، وهن مئات النساء. وعندما تحدث المجتمع طلعوهن على قناتهم، على قناة يعني قناة الهوية في تقريرها الأخير ما خرجت عنه، ما جابت حاجة جديدة. قناة الهوية وقناة المسيرة وقنواتهم القنوات الفسوق أنا أسميها، قاموا بنفس هذا العمل مع أكثر من 400 سجينة في 2019 في نهاية 2018 بداية 2019 طبعا. وقاموا على التلفزيون وسجلوا لهن اعترافات بأنهن نعم كانوا يشتغلن في دعارة وفي كذا، وكل هذا تحت الضغط وتحت التعذيب. أنا وجدت هؤلاء البنات في السجن المركزي وجميعهن تعرضين للتعذيب. طيب هناك طبعا نرد على قناة الهوية، قناة الهوية الحوثية. قناة الهوية الحوثية ذهبت للجناة وهي يعني الجهات الأمنية المتهمة أساسا بتلفيق التهم على هؤلاء النساء النسوة، ولم تذهب للقضاة ولم تذهب للنيابات. هذا حديث الأستاذ القاضي عبد الوهاب في رده على قناة الهوية وماذا قدمت في تقريرها قبل يومين، يعني يحاولون قدر الإمكان التشهير واستخدام أدواتهم واستخدام كل يعني المتهم يصبح شاهد في الذي اتهمك يصبح في النهاية شاهد في القناة. أنا أعتبر التقرير كان تقرير واضح وضوح الشمس. أنا هذا لم يدين انتصار الحمادي، على فكرة هذا برا انتصار الحمادي تقريرهم، وكان ملامح الكذب والجور والظلم في وجههم كلهم، وكان هناك تناقضات ما بين حقيقة وأخرى وما بين كلمات وأخرى، كان هناك تناقضات طيب. واضحة وضوح الشمس، بالإضافة إلى أنهم قاموا بالتشهير في أسماء بنات أخريات وهذا ليس من حقهم، ويستطيعون أهالي البنات التي تم التشهير بهم بأنهم تقاضوهم في المحكمة لأنهم قاموا بالتشهير بأسماء فلانة وفلانة وعلانة، وهذا لا يحق لهم نهائيا. هذه القناة أنا أسميها قناة الفجور، برأت انتصار الحمادي أكثر، وجميعنا سنتضامن مع انتصار الحمادي، وكلنا سنتضامن مع انتصار الحمادي، لأنني أعلم جيدا
ما يصنعه الحوثيين. إذا كانت انتصار عارضة أزياء وبدأ، أنا أوجه رسالة للمذيع المقدم الذي بدأ في خطبة طويلة عريضة عن الشرف والعادات والتقاليد والمرأة، يعني الصورة تهمة، نعمل كذا ولا عندهم الصورة تهمة يعني الآن. نعم طيب، أي صورة، أي صورة للمرأة تعتبر تهمة ويعتبر أنه مسموح لهم أن يقوموا بكل ما. نعم، إذا كانت الصورة تهمة فلماذا نساء والزينبيات طول الليل وهم في السجون السرية مع المحددين ومع المدربين؟ لماذا يتم تدريبهم على أيدي رجال؟ لماذا يحملونهم السلاح ويوجهون الآن إلى 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 إلى, إلى, إلى الجبهات؟ يقولوا لماذا يتم تجنيدهم بالإيقاع بشخصيات موالية لهم أو خارج الوطن؟ شرف. نعم. يعني شرف عندما تصير تيقع في شخصية هو شرف، وعندما تتدي زي هذا مش شرف. نعم طيب، هم كاذبون، هم يكتبون الحقائق. إلى الآن، إلى الآن أخت سونيا، ماذا يعني، هل هناك ملفات تم إعدادها؟ طبعا نحن نعلم أنه كان في جهود سابقة، الآن مع قضية انتصار ومع التسريب الخاص بالقاضي بال البرلماني عبدو بشر، يعني نعم هذا التسريب على فكرة، التسريب حق النائب عبد البشر عن طريق منظمة مكافحة الإتشار بالبشر الأول اللي سرب هذا المقطع، ولكن لم ينتشر بالشكل المطلوب في وقتها، بل انتشر الآن مرافقة أو مزامنة مع قضية انتصار الحمادي. نعم نعم، هل التقيتم ببعض المنظمات الدولية؟ هل رفعتم، يعني كان في جهود سابقة خلال الفترة الماضية، الحمد لله المجرم الذي مات قبل فترة سلطان زابن، هناك كثير أيضا من جلاوزته لا زالوا عايشين وموجودة أسماءهم، يتم متابعة هذا الملف؟ يا عزيزي، هي ليست هذه التصرفات ليست تصرفات فردية أو تخص سلطان زابل، لا. نعم. هي سياسة ممنهجة ضد المرأة بشكل كامل. نعم. هي أنا والمتهم فيها مش سلطان زابل، المتهم فيها من عند عبد الملك الحوثي إلى أصغر واحد متحوذ، هذه سياستهم هم الآن ينفذوها ويطبقوها على أرض الواقع. نعم. هذه السياسة انتهجوها من سياسة إيران، من سياسة إيران ضد النساء وما يقومون به بأعمال من يعني باستهدافهم بالنساء وغير ذلك. الحوثي يمشي على سياسة، هذه السياسة ممنهجة ضد النساء، يتم إعدادهن الآن وتجنيدهن وتهيئة الشارع لتقبل تجنيد النساء وإدخالهن في هذه الحرب الظالمة، هي حرب ظالمة وحرب قذرة طبعا، يتم تهيئة المجتمع. ألا تلاحظ يا عزيزي أنه في كل يوم الثاني بين كل فترة وفترة تظهر جرائم ضد النساء من قبل الحوثيين ولا يعبهون بذلك؟ نعم يا عزيزي، ختام العشرة قتلت بين أطفالها، يا عزيزي مرام الأهية الطفلة قاصر تبلغ عمر 12 عام تم قتلها من قبل المشرف الحوثي، اغتصابها ثم قتلها ثم دفنها، زادوا حبسوا أهلها وخلوا ما يتنزلوا عن دمها. يا عزيزي، هناك الكثير من الجرم الذي يحدث في حق النساء يظهر بالشارع، والحوثيين ما عندهم مانع أنهم يظهروا بالشارع لأنهم يحاولوا أنهم يعودوا الشارع، المجتمع لازم يتعود على الانتهاكات التي تحدث ضد النساء علشان يكون يتقبل، علشان المجتمع يتقبل، وفعلا استطاع الحوثي تدجين المجتمع لكل ما يحدث من انتهاكات وأصبح المجتمع لا يتكلمون كلمة واحدة. نعم، إحصائية أخيرة، وصل عندكم إحصائية أخيرة بعدد المختطفات حتى الآن؟ المختطفات كان إلا قبل شهرين تقريبا 1200 مختطفة، وما زالت الأعداد متزايدة. آخر اختطاف كان اختطاف 7 ممرضات من مستشفى الثورة، أكيد سمعتم في هذا الشيء، عندما خرجين وضاعين برواتبهن اختطفوا 7 نساء. أنا أطالب بفتح جبهة كبيرة لتحقيق موسع عن جرائم الاختطاف والتعذيب في سجون الحوثي تحت إشراف النائب العام والنيابة الجزائية المتخصصة التابعة للشرعية، وتحقيقات علنية بحضور المنظمات الدولية والحقوقية وبحضور الأمم المتحدة. نعم، نطالب بتوسيع هذا الملف وتوسيع هذه التحقيقات لعلنا نستطيع أن نعمل رادع للحوثيين عما يقومون به من جرائم. نعم، هناك الآن تهديدات وتلفيق تهم لعبد الوهاب قطران وللقاضي
والبرلمان أحمد السيف حاشد وتهديدات، ونشوف وسائل التواصل الاجتماعي والذي يهدد بالقتل والذي يهدد بأنه بيسحبوا في الشوارع وقصة. وكيف تتابعين كل هذا يعني الممارسات بحق كل من يقول أو يحاول أن يناصر أي مظلوم؟ يا عزيزي إذا شفت أنه لأنه الأستاذ عبد البشر أو الأستاذ عبد الوهاب قدران أو قاضي عبد الوهاب قدران لديهم حصانة وأيضا لديهم مجتمعهم، فالحوثيين لحد الآن أعتبرهم أن عادوا ماسكين أنفسهم. الحوثي إذا كنت أنا انتجت ارتفاع يعني الإيجارات في ظل انعدام الرواتب على الصفقات الخاصة وحصل ما حدث، يعني سجن، تعذيب، تغييب، خلعوا أظافري، سلخوني، بهذلوني، عملوا لي قضية إرهاب دولة. هم ما زالوا الآن، أنا أعتبر أنهم ما زالوا الآن يعني ماسكين أنفسهم، ولكن جميعنا نتضامن معهم وجميعنا. سونيا لا زلتي معي الآن؟ أيوة. رسالتك للمرأة اليمنية لكي تساعد نفسها، يعني نحن الآن يعني نحن بعيدين عن مربع الاستهداف هذا الذي تستهدف فيه المرأة اليمنية، ماذا يجب عليها أن تعمل يعني؟ وأهلها أيضا يجب أن لا يسكتون. أنا لي رسالتين، الرسالة الأولى شوف المرأة اليمنية هي تريد أن تتكلم وتريد أن تتحدث وتريد أن تقول أنا مظلومة، أنا صنع في الحوثي كذا وكذا وكذا، حقي أن أترك. كل النساء يريدن أن يقولن هذا، ولكن النصيحة الثانية للأهالي وللمجتمع اليمني، أقول للأهالي قفوا بجانب بناتكم، بناتكم مهما كانت القضايا الملفقة لهن فاعرفوا بأنهن أشرف من الحوثي، أشرف من عبد الملك ومن نسوان عبد الملك، أشرف من كل حوثي نجس. المرأة اليمنية معروفة عبر الزمن وعبر التاريخ إنها من أشرف نساء العالم، قفوا مع بناتكم، لا تكسروا بناتكم، لا تسمحوا للحوثي أن يدوس المرأة بشكل كامل في يوم عند بناتكم وغدا بيدخل هذا في كل بيت على فكرة. فأنا أتمنى أن الجميع يتضامنوا مع النساء يدا واحدة وأن لا يكسروا بناتهم، بالعكس أن يقووهن، يقووا بناتهم، وافتخر في بنتك حتى لو كانت في السجن المركزي، افتخر وعرف أن بنتك بريئة وأن بنتك حرة وأن لم يصنع بها الحوثي ما صنع إلا لأنه يخاف منها ويخاف من صوتها. اعرفوا بأن بناتكم حرائر وحرات وشريفات وعفيفات، ولا تصدقوا أي شيء مما يقوم به الحوثيين تجاه استهداف بناتكم وخواتكم وزوجاتكم، قفوا معهن. ونصيحتي للمرأة اليمنية أنت شجاعة، استمري، نحن أحفاد حفيدات بلقيس وحفيدات خولة بنت الأزور وحفيدات الملكة لمياء وحفيدات الكثير من الملكات اليمنيات والفريلات اليمنيات العظيمات، نحن حفيدات وسلالة الأمجاد، يجب أن ندف بكل فخر بكل حرية بكل عزة وأن نأبى أن نخضع لأي كان، ولا أنا لله وللوطن فقط. كوني شجاعة، استمرين، كونين شجاعات، لا تخافين في الله لومة لائم، فربما تكون انتفاضة اليمن على يد هؤلاء الطاهرات الماجدات. وشكرا. شكرا جزيلا سونيا صالح، رسالة مهمة، ناشطة الحقوقية وناجية من معتقلات سجون ميليشيات الحوثي. هذه الرسالة يعني لا تقارن بأي رسالة أخرى لمن فيه درة من الأخلاق والكرامة. يجب أن على كل اليمنيين أن يقتصوا لشرفهم وكرامتهم وعزتهم وإنسانيتهم من هذه الميليشيات. طبعا بعد أن تم نشر هذا المقال أو البوست من قبل القاضي عبد الوهاب قطران وزيارته، شنت أدوات ميليشيات الحوثي يعني أبشع أنواع كل أنواع الإجرام، كل أنواع التهم والتلفيقات والسب والشتم لعبد الوهاب قطران والطاقم الذي راح زار انتصار الحمادي. منظمة سام تدين حملة التشهير بعد ما شافوا وفي تحريض بقتلهم، يعني إلى مستوى أنه الآن في بعض المساجد تم تناول قضية فلان وفلان، ليش راحوا زاروا المختطفة أو لماذا كتبوا عن المختطفة الفلانية أو لماذا يناصرون هؤلاء المظلومين، هؤلاء يعتبروا غير مظلومين وأن الأمن هذا يعني هو الحامل لهم. وسام قالت تدير حملة التشهير التي يقودها نشطاء يتبعون جماعة الحوثي ضد أحد القضاة والنواب. أدانت منظمة سام لحقوق الحريات حملة التشهير والتهديدات التي أطلقتها
بعض شخصيات من ميليشيات الحوثي أو يتبعون جماعة الحوثي ضد القاضي عبد الوهاب قطران والنائب أحمد سيف حاشد على خلفية نشرهما تفاصيل لقائهما الأخير مع عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المعتقلة لدى ميليشيات الحوثي، مشددة على أن تصاعد حملات التشهير والتهديد يعكس الاستغلال غير الأخلاقي من قبل جماعة الحوثي للأفراد ووسائل الإعلام. وبيّنت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم اطلاعها على تغريدات ومنشورات تحريضية قام عدد من الأفراد المحسوبين على جماعة الحوثي بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ضد كل من قطران وحاشد بسبب ما أورداه ونقلاه من استغلال جماعة الحوثي للنساء المعتقلات في سجونها بأعمال وممارسات غير أخلاقية تحت ذريعة خدمة الوطن. طب طويل طبعا، مئات الملفات النساء وهناك من الرجال وهناك من الأحرار من يقفون مع الشرفاء من أبناء اليمن ومن بنات اليمن، نؤيدهم ونقف معهم ونساندهم بكل ما أوتينا من قوة، وندين كل أعمال التحريض التي تمارس من قبل هذه الميليشيات وعصاباتها بحق المواطنين اليمنيين وبحق هؤلاء الأحرار من برلمانيين وصحفيين وقضاة. يسرنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم، وأهلا بك وبجميع السادة المشاهدين. أستاذ نبيل، يعني كل يوم تتكشف كثير من الأوراق والملفات والتسريبات والقضايا، وهناك نشطاء أيضا وهناك مناصرين لقضايا حقوق الإنسان لقضايا المرأة، وبدأت أصوات تظهر في مناطق ميليشيات الحوثي، كيف تتابعون هذا التطور أستاذ نبيل في وزارة حقوق الإنسان؟ نحن طبعا نعمل في مسارات متعددة، هناك مسار خاص في إطار عمل الزملاء في مكاتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظات المختلفة، وهذه المكاتب تقوم بإعداد تقارير مستمرة إلى الوزارة لتضمينها ضمن التقارير العامة للوزارة التي ترفع إلى الجهات الإقليمية والدولية، ومنها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جنيف. أيضا هناك عملية مستمرة من تصدير هذه جمعها عبر أولا كم الوزارة في المحافظة إلى التقارير التي تصدر. طبعا كتب أحد النشطاء أيضا، قال العام الماضي أكثر من 45 ملف تم مناقشة بعض هذه الملفات. النيابة سأل القاضي في أحد الجلسات من الرجال وأين من ارتكبوا، يعني واحدة اتهمت به بالزنا، قال له من الرجال وأين من ارتكبوا الزنا، وتم القبض على المتهمة في بيتها، يعني في بيته وكيف يعني وبدون وجود أحد. أستاذ نبيل أنت معنا؟ طيب. لا يوجد مخدرات، يعني إذا ما في الزنا يتهموها بمخدرات. يوجد محضر اعتراف؟ لا. مخدرات غير موجود. لا توجد أي دلائل؟ جمع الاستدلالات. أجابت النيابة، سأل القاضي ماذا عن تحقيقاتكم، هل يوجد اعتراف؟ قال لا يوجد أي اعتراف. هل يوجد أدوات؟ قال لا يوجد. يعني كثير هناك قضاة يتحدثون بالحقيقة، لكن الذين يقومون بتثبيت التهم ويقومون بالزج بالناس في السجون لا علاقة لهم بما يقول القاضي أحيانا. أستاذ نبيل عدت معنا، كمل أخي نبيل. كما قلت لك، وزارة حقوق الإنسان تعمل في كافة المسارات المعروفة لعملها، سواء بجمع المعلومات أو الرصد والتوثيق ثم إعداد التقارير والمتابعة مع المنظمات الدولية هذه الأشياء إلى مصادرها الدولية. من أجل فقط الوقت، هل معكم إحصائية جديدة للنساء المختطفات الآن؟ طبعا كانت الإحصائية التجميعية سواء للنساء اللاتي اختطفنا أو اللاتي تم الإفراج عنهن، بعض من أفرج عنهم، كان الإجمالي يتعدى أكثر من 1000 امرأة. حاليا لدينا إحصائيات في حدود 400 امرأة ما تزال ما بين مختطفات أو مخفيات قسريا. طيب كيف تابعتم مشهد يعني محاكمة وما تتعرض له انتصار الحمادي كإحدى المختطفات التي ظهرت يعني على مستوى الإعلام؟
هذه القضية هي قضية نموذجية لأساليب عمل جهاز الأمن الوقائي الذي هو يعني الفرع من فروع السفاك الإيراني. هم عادة في هذه الأنظمة المخابراتية يعتقدون أن النساء وسيلة من الوسائل الهامة للوصول إلى أهدافهم، ولذلك يسعون إلى تكوين شبكات كبيرة من النساء المختطفات التي يمكن أن يضغط عليهن ويستخدمن في هذا المجال لإخضاع الخصوم من ناحية، ومن ناحية أخرى لبث سياسة تخويف لدى الأهالي الذين يشعرون أن هذه الأعمال تسبب لهم كثير من القلق، وبالتالي هذا التخويف هو جزء من التركيع للمجتمع من أنه لم يعد هناك أي خطوط حمراء لدى هذه الجماعة، وأن لديها الاستعداد للدخول حتى غرف النوم والوصول إلى النساء. كما تعلم أخي الكريم، اليمنيون لم يشهدوا في تاريخهم الحديث أو في تاريخهم القديم أي أعمال من هذا النوع الذي تصل فيه استخدام النساء إلى هذا الحد، لكن هم يريدون أن يفرضوا هذا الواقع الذي يمارسوه بحيث يكون أداة وسياسة تخويف وتركيع. طيب هذا الجهاز، جهاز الأمن الوقائي الذي يقوم بمحاولة يعني تركيع المرأة اليمنية، الإنسان اليمني، وامتهان كرامة الإنسان اليمني بهذا الجهاز، هو أحد أذرع أجهزة ميليشيات الحوثي. هل يعني هناك ملفات معينة؟ أقل شيء يعني نحن نعلم على مستوى العالم أنه يتم استهداف بعض أذرع وأجهزة بعض السلطات الإنقلابية والسلطات المحلية، في بحيث أنه يتم استهدافها على مستوى المنظمات الدولية والأمم المتحدة وما إلى ذلك. هل يعني سنشهد ملف خاص للتعامل مع هذا الجهاز القمعي؟ أعتقد أن ذلك قائم حاليا، لأن هذا الجهاز عمل أيضا حتى على اختراق المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وقد قام بكثير من التهديدات لمن يقودون هذه المنظمات، بل ومحاولة جذب بعضهم إليها. ولذلك تلاحظ في خطاب ليز غاندي بعد انتهاء فترة عملها في اليمن، عندما تحدثت أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، قالت أن العمل في الأوساط الحوثية هو عمل في بيئة مسمومة. هذا التوصيف يعطيك تصور إلى أي مدى يتم ممارسة أعمال قذرة حتى على المنظمات الدولية. ولذلك أعتقد أن ما مورس على المنظمات الدولية سيجعلها أيضا بحاجة ماسة إلى إظهار هذه الأعمال وكشفها والتعامل معها. لكن تظل إشكاليتنا الحقيقية في إطار الملفات الحقوقية هي إشكالية التعامل البطيء لدى المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. تفكيك عناصر وأدوات الميليشيات الحوثية ومراكز قوتها والتعامل معها فرادى، هل من إمكانية لذلك؟ بالتأكيد، وكما تلاحظ كل فترة يضاف عدد من الأسماء إلى قائمة المطلوبين دوليا، وبالتالي هذا يعطي توضيح أن هناك أيضا متابعة دولية لديك فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن ما بين الحين والآخر يضيف في تقاريره أسماء شخصيات تمارس الانتهاكات، بمعنى أن هناك متابعة حقيقية، وبالتالي كل هذه القيادات ستجدها مطلوبة على المستوى الدولي بشكل متواصل ودائم ومتزايد. إطلاق برنامج رعاية وتأهيل وحماية، هل أنتم يعني تم الإعداد لمثل هذه البرامج خاصة فيما يخص المختطفات؟ هناك برنامج للحماية والدعم وإعادة التأهيل يتم إعداده ما بين الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ووزارة حقوق الإنسان، وزارة الشؤون الاجتماعية. هناك أكثر من جهة حكومية نعمل حاليا من أجل إعداد برنامج متكامل لمن يتم إطلاقهم أو استعادتهم، ومن أجل إعادة التأهيل والقيام بما يلزم نحو هؤلاء. سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، نتواصل معكم وبعد الفاصل نستكمل معكم هذا البرنامج.
وتستمر ميليشيات الإجرام الحوثية بسرقة ونهب أموال وممتلكات الشعب اليمني وتختلق مبررات تلو الأخرى، المهم أنها تجمع أموال الناس وتسرق أقواتهم، وهذه المرة بحجة دعم غزة والعدوان الصهيوني على إخواننا في فلسطين وفي غزة بالتحديد. حال اليمنيين بعد كارثة الانقلاب الحوثي ونهب الممتلكات الحوثية لأقواتهم وحياتهم لم تتوقف. وضعنا مأساوي يزداد مأساوية بعد يوما بعد آخر. ميليشيات الحوثي تصطنع كل يوم حدث لتسرق أكثر. ما رأيناه من مشاهد ومخترعات ميليشيات الحوثي لابتزاز الناس ولسرقة أموالهم ما يندى له الجبين. تعالوا نتابع معنا محمد علي الحوثي وهذا الدور الذي قام به للسرقة. لا أجد في هذه الوقت وفي هذه اللحظة لأني أتبرع بجنبيتي لفلسطين، وبإذن الله تعالى أن الجميع سيتجه لدعم القضية الفلسطينية في كل ما يملك. يا أستاذ حسن، يا أستاذ عبد الوهاب، أنا ومستمعي إذاعة سام اف ام، جمهور إذاعة سام اف ام، إذاعة ثورة 21 سبتمبر، هذا الميكروفون. أنا أمام تجار اليمن المجاهدين الصامدين الثابتين المرابطين الباذلين. الأستاذ محمد علي الحوثي تبرع بجنبيته لفلسطين وللشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية. البعض من التجار قابلها بعطاء سخي، وزارة الصناعة والتجارة ب 25 مليون. أنا أتعهد أنني أنا وكل جمهور إذاعة سام اف ام المعروفين الذين دعموا الجبهات بأكثر من نصف مليار ريال عمليا عبر حساب، نحن مستعدون جمهور سام اف ام أن نشتري جنبية الأستاذ محمد علي الحوثي الموضوعة في المزاد العلني لصالح المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ب 100 مليون ريال بإذن الله سبحانه وتعالى. الموت إسرائيل، الموت إسرائيل. والمجال مفتوح أمام تجار اليمن. تجار اليمن لديكم شعب ما يتعوض، لديكم سوق تجارية، أكبر سوق تجارية في المنطقة في العالم. أكمل يعني الشعب اليمني هذا يستاهل الوفاء، والشعب الفلسطيني يستاهل الوفاء. رأيتم دموع السيد حسن نصر الله يوم أمس، فأرجو من التجار أن يكونوا سخيين في مقابل ما يأخذونه وما يجدونه من أرباح مشروعة من هذا الشعب ومن القضية الفلسطينية. سلام الله عليكم. الكلام بصراحة، المجال مفتوح والمزاد مفتوح. تفضل. شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. هذه وسائل من وسائل الابتزاز، هذه وسائل من وسائل السرقة، هذه وسائل من وسائل التحريض على أموال الناس وأموال التجار. لديكم شعب ما يتعوض، معاكم تجار، لابد أن تسرقوا هؤلاء التجار ولا تبقوا لهم شيء. يعني الذي يقرأ ما خلف أو ما بين السطور وما خلف هذه الكلمات وما خلف هذه الصورة وهذه الوسائل وهذه الطرق لابتزاز الناس ولسرقة الناس ولامتهان كرامة الناس، الشعب اليمني يتضور جوعا. هناك من لم يستلم راتبه له منذ 3 سنوات، هناك أسر كاملة كانت مستورة خرجت إلى الشوارع تشحت. والمدعو عبد الملك الحوثي والمدعو وكافة جلاوزته يقومون ومستمرين في نهب أموال وممتلكات الشعب اليمني المظلوم الضعيف غصبا عنه. لديكم شعب ما يتعوض. أنا مستغرب، يعني واحد في إذاعة يشتريها بمئة مليون، هو الجمهور حقه، يعني باسم الجمهور، ما قد حصلت في التاريخ. نحن نريد، أنا أشتري تلفون أو أشتري شيء باسم جمهور قناة عدن، أشتري بمئة مليون. الناس بحاجة لجوائز من القنوات والإذاعات، ما يدفعوش. هذا كله كذب وهراء ونوع من التزييف ونوع من التلميع لبعض الشخصيات. والجنبية لا ما تساوي، حتى لو كانت غالية لا تساوي 2 مليون. تشتريها وزارة الصناعة والتجارة
ب25 مليون، ويشتريها المدعو في إذاعة سام ب100 مليون. وانتبهوا التجار، فينكم يا تجار؟ لابد أن تكونوا حاضرين. وبيخرجوا الجنبية هذه بمليار، ولن تصل فلس لإخواننا في فلسطين. طيب، من الذي أغلق مكاتب فلسطين في 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 صنعاء ومناطق اليمن؟ أليست ميليشيات الحوثي أول من ظهرت؟ من الذي صادر صناديق التبرعات للقضية الفلسطينية؟ أليست ميليشيات الحوثي؟ أعطيني الآن مكتب في صنعاء مفتوح للفلسطينيين. لا يوجد. هناك تقرير يعني يرصد بعض النهب الذي تقوم به ميليشيات الحوثي وأدعته إحدى القنوات اليمنية، نتابع هذا التقرير. التبرعات التي لا تكاد تنتهي في مناطق سيطرة الحوثي باتت مكشوفة للعيان من خلال التناقض الذي تمارسه الميليشيا، فيما تزايد باسم فلسطين تمارس أبشع مما يقوم به الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنذ دخولها صنعاء زادت معدلات الفقر والمجاعة والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، ناهيك عن ارتكابها لجملة من الانتهاكات والجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني. وتستغل ميليشيا الحوثي جميع المناسبات الطائفية والدينية لجمع الأموال، فكما جمعتها من قبل بذريعة دعم المتضررين من السيول في سقطرى والمهرة ولم يصلهم أي شيء منها، ها هي تجمع الأموال هذه المرة بذريعة وكذبة دعم أبناء فلسطين، بينما هي في حقيقة الأمر تحولها لصالحها وتستغلها في دعم مجهودها الحربي. مراقبون يتساءلون كيف لمن يسرق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية من المنظمات الدولية ويمنع وصولها لليمنيين الذين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، أن تظهر إنسانيته فجأة ويناصر قضايا عادلة هو أبعد ما يكون عنها. ميليشيا الحوثي تعبث وتنهب وتقتل دون حسيب أو رقيب، وملايين اليمنيين يبيتون دون أن يملكوا قوت يومهم، وقد أفقرتهم الميليشيا وقطعت رواتبهم وأوقفت مصادر دخلهم، بل وأمعنت في إفقارهم وتجويعهم وإهانتهم وإذلالهم، مدعية عدم قدرتها على صرف حقوقهم، بينما يعرف الشعب اليمني كافة أن لديها من الموارد ما يكفي وزيادة لصرف جميع رواتب الموظفين. وبحسب مراقبين فإن ميليشيا الحوثي تدعي كذبا وزورا مناصرة قضايا عادلة، وتنتهك كل يوم حقوق وأعراض اليمنيين وتنهب أموالهم وتعتدي على أملاكهم، إلا أن ميزان الحقوق واحدا لا يتجزأ، وأن المجرم لن يكون في يوم من الأيام ثائرا ولا حقوقيا. هناك بعض المواقع نشرت صورة، نتابع هذه الصورة. يقال أن هذه الصورة في الصورة التي في صورة الديوان، هذه صورة الديوان نشوفها بشكل واضح، ديوان مليء بأكوام من الأموال المكدسة، يقال أنها من منطقة ذي السفال، هذه الأموال من منطقة ذي السفال، يعني منطقة الناس يتضورون جوعا، أخذوا أموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا، وأجبروا الناس على أن يقدموا الأموال ويبتزوا الأسر ابتزاز، وكثير من الطرق يذهبون بالظرف يقول لك هذا الظرف يجب أن يعطى لهذا البيت، وهذا البيت يسلم المبلغ وتسلم إلى المشرف الفلاني، والذي لا يقدم ما يطلب منه يحرم ويمنع من كل شيء حتى دبة الغاز، يعني ابتزاز لكافة الناس، كافة الأطياف، كافة البسطاء الذين يتضورون جوعا ولا يجدون ما يأكلون، وتجبرهم ميليشيات الحوثي على الدفع. يعني حقيقة شيء ماذا نقول، يعني كل ملف أوسخ من الملف الذي قبله. الممارسات لا تنتهي، الإنسان اليمني أصبح سلعة عرطة كما يقال، الشعب لا يعوض بالنسبة للحوثيين ما هم فيه الآن، والمناطق التي يسيطرون عليها وامتهان كرامة الناس وأخذ حقوقهم وإجرام والإجرام في بحقهم وأخذ أبنائهم، يعني دب غاز مقابل أنك تأخذ تعطي ابنك وتذهب به إلى الجبهات، ولا ما تعطى لك دب غاز، يعني ربطوا كل معيشة المواطن بما يأخذون من المواطن من أبنائه وأمواله وأملاكه.
وإذا لم يقدم شيء نهبوا بيته. وكثير من الزملاء دخلوا بيوتهم ونهبوها، وبالأمس نهبوا دخلوا بيت أحد الزملاء وقلعوا الأبواب حق البيت، وقال لك إيش؟ معانا أمر من المحكمة. أمر المحكمة معك، طيب وين الأقل شيء يصلي بالأمر؟ لا تصلي بهذا الأطقم كلها وتقوم بجر الأبواب وكسر الأبواب والدخول ليلا إلى البيت. وكثير كثير كثير من الإجرام لا ينتهي، ولا يمكن أن نتخلص من هذه الميليشيات بسلام ونقاشات وما إلى ذلك. الشعب الفلسطيني كان له موقف وكان له رد على ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثية من سرقة وابتزاز أموال الشعب اليمني بحجة دعم فلسطين. تعالوا نسمع لابن فلسطين ماذا رد على ميليشيات الحوثي وعلى زعيم ميليشيات الحوثي. عبد الملك الحوثي يتضامن مع الشعب الفلسطيني، عبد الكنادر عبد النعال يتضامن مع الشعب الفلسطيني، مش بس هيك لا، وبنلم لهم تبرعات. الله الله، لكن يا ابن الحرام قاعد بتجمع تبرعات والشعب اليمني مش لاقي يأكل، قاعد بتجمع تبرعات للشعب الفلسطيني وأطفال اليمن مش لاقي تأكل، قاعد بتجمع تبرعات للشعب الفلسطيني وانت بتقتل أطفال ونساء ورجال اليمن. بدل ما تجمع تبرعات للشعب الفلسطيني ارحم أطفال ونساء ورجال اليمن، ارحم اليمن. بدل ما توجه سلاحك والطائرات المسيرة على بلاد الحرمين الشريفين، وجههم على الصهاينة، وجههم على الأمريكان اللي أيدوا الاحتلال بقصف واقتحام المسجد الأقصى. أما الشرفاء والأحرار اليمنيين فهم تاج على رأسنا وإخواننا، ومنعتز ومنفتخر فيهم. أما أذناب إيران اللي بتاجروا في قضية فلسطين وهلكونا، الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، ولكم اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى، حرقوا ساحات المسجد الأقصى، لا شفنا حسن زميرة ولا شفنا الحوثيين ولا شفنا إيران ولا شفنا أي حدا. هذا رد ابن فلسطين على ممارسات ميليشيات الحوثي وعلى إجرامها وعلى نهبها لمستحقات وأموال الشعب اليمني بحجة دعم غزة. عندهم 30,000 حجة لسرقة الشعب اليمني. يسرنا أن يكون معنا أيضا الأستاذ فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام. أستاذ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أستاذ فيصل، ويعني تعليق على ممارسات ميليشيات الحوثي ونهبها المستمر لأموال الشعب اليمني وبحجج كثيرة، وهذه المرة بحجة دعم إخواننا في غزة ودعم فلسطين. كيف تابعت هذه الممارسات الجديدة للميليشيات الحوثية ونهبها لأموال الشعب اليمني، وتعليقك على الصورة التي أرسلت وقيل أنها منذ السفال في محافظة إب وأموال كدست في ديوان، خلك نصرة للشعب اليمني، ونحن نعلم حجم المأساة التي يعانيها ويعيشها الشعب اليمني وخاصة في بعض المديريات؟ أولا أخي فؤاد، هذا ليس جديدا، ففي صور من التاريخ يعني الإمام يحيى يجمع سلالته ويقول لهم ألم يكفيكم أنني أخذت القرش من رقبة القبيلة ووضعته في أيديكم، يعني حتى حلي النساء استولوا عليها ولم يبقوا لمواطن شيء. وعندما أشرت إلى أنهم ذهبوا واقتلعوا أبواب بعض البيوت، فأنا من مواليد عام 1962، لكني وعيت على الدنيا وكبرت وكان هناك بيوت لا تزال أبوابها مقلوعة منذ أيام الإمام بسبب عساكر الإمام. هذه السلالة الخبيثة تتوارث الحقد على الشعب اليمني وسلبه كل ما يملك بحق أو بدون حق. الآن نسأل، هل أبقوا شيء للشعب اليمني حتى يطالبه بأن يتبرع به؟ الناس بلا مرتبات وهم فتحوا أسواق سوداء أشكال وأصناف. يعني إلى جانب مساومة المواطن بالدب الغاز وبقوت يومه على ابنه، أيضا يحصل على الدب الغاز هذه من السوق السوداء، قالت هو يحصل عليها بسعر معقول. لا يدفع ابنه ويدفع ماله لكي يحصل على دب غاز. أما فلسطين فطبعا قد نكلوا
أول ما دخلوا صنعاء جمعية الأقصى صادروا مقراتها وأموالها في البنوك. نعم. جمعية كنعان من أجل فلسطين صادروا أموالها ومقراتها. مكاتب منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية وكل المنظمات الفلسطينية يعني قاموا بالاستيلاء عليها ونهبها. الآن فقط لديهم سفير لحماس وإسماعيل هنية فقط هو الذي يشكر عبد الملك الحوثي. يعني بمبررات أنه يعني يتابع إيران. انتهى الموضوع هذا عندك؟ أيوة. فأقصد أما فلسطين فيعبر عنها ذلك الطفل الذي أوردتم رده على ميليشيات الحوثي. العنصرية أو الكفر ملة واحدة. ما الفرق بين ما تمارسه الميليشيات الصهيونية المجرمة في حق أبناء الشعب اليمني وما تمارسه الميليشيات الحوثية في حق أبناء يعني في حق أبناء فلسطين وما تمارسه ميليشيات الحوثية في حق أبناء الشعب اليمني؟ يا أستاذ فيصل، يعني من 2006 إلى اليوم أربعة حروب على غزة من قبل الصهاينة. عدد الشهداء الفلسطينيين 4,000، عدد الجرحى 20,000. ما ارتكبته ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني إلى الآن يناهز 230,000 قتيل يعني شهيد، وأكثر من 300,000 جريح، بالإضافة إلى يعني مئات الآلاف من النازحين، ملايين من النازحين وملايين من الجوع والمشردين. طبعا كما قلت يعني رغم أن كلاهما يعني جماعات عنصرية لا تؤمن إلا بذاتها، لكن ما عملته ميليشيا الحوثي يتجاوز ما قامت به العصابة الصهيونية. العصابة الصهيونية الإجرامية. نعم. في فلسطين. نعم. يعني استاذ، نحن ابتلينا بجماعة تهلك الحرث والنسل ولا تبقي شيئا لأحد. نعم. استحلت دماء اليمنيين وأموالهم ومخدراتهم ولم تبقي لهم شيئا حتى يتبرعون به لفلسطين أو لغير فلسطين. كيف تنظر إلى وعي الشعب الفلسطيني حيال ما يحصل في اليمن، وأيضا وعي اليمنيين لما تقوم به ميليشيات الحوثي من سلب الأموال بحجة دعم فلسطين؟ فشوف مسألة الوعي، هناك فارق في الوعي كبير. يعني الإخوة في فلسطين قد تمرسوا وقد تعلموا ووعوا كيف يواجهوا عدوهم وخصمهم، لكن نحن لا زال الشعب اليمني للأسف الشديد ينخدع ويخدع وينقاد. والمأساة إنه الحكومة الشرعية لم تتخذ من الحصار، مع أن الحصار هو سلاح من أسلحة الحرب، لم تتخذ من الحصار سلاحا يمارس ضد الحوثيين، ومن ثم المواطن المتضرر من هذا الحصار عليه أن يثور على الحوثي. نعم. ومع ذلك نجد أنهم يروجوا أنهم يمارس عليهم الحصار من قبل الحكومة. أين محاصرين وكل شيء يصل لهم صواريخ وطائرات مسيرة وما إلى ذلك؟ لا، أمس دخلت كمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز يأتيهم من مارب، وهم يحولون كل ذلك إلى سوق سوداء. نعم. ويبتز به المواطن ويمولون به آلة الحرب التابعة لهم. وقلت لك ذلك نجد رد المواطن الفلسطيني على ميليشيات الحوثي دليل على وعي الشعب الفلسطيني حيال ما يتعرض له اليمنيون من قبل ميليشيات الحوثي. نعم، يعني أصبحت واضحة، لأنه مصدر هذا الإجرام هو من إيران ومعروف ما يمارس ضد بقية الشعوب. تعليقك فقط حول محاولات محمد علي الحوثي بيع الجنبية ودخول في الخط ما يطلق عليه إذاعة سامي لشراء الجنبية بمئة مليون، هو جمهور الإذاعة. يا أخي الكريم، هؤلاء عصابة يتوزعون أدوار. يعني من هو محمد علي الحوثي وما هي جنبيته؟ هو لعنة وجنبيته لعنة. الناس يتشرف باقتناء سيف صلاح الدين الأيوبي أو سيف قطز أو سيف بيبر أو سيف خالد بن الوليد
أو سلاح صدام حسين يقول. أما محمد علي الحزين ما هو الرمز الذي تمثله جنبيته؟ وما هو الرمز الذي يمثله؟ هو لعنة وجنبية لعنة، ومن معه عبارة عن همج مغرر بهم، ولا حول لهم ولا قوة. أستاذ أستاذ فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك، والله شيء يعني مضحك كما يقال. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في ختامها إلى ختام هذا البرنامج إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الحقيقة كما هي. وطننا سينتصر على هذه الميليشيات، وطننا سينتصر لكرامة الإنسان اليمني، لكرامة المرأة اليمنية، لحقوق الإنسان اليمني، لحقوق المرأة اليمنية. لن يصح في الأخير إلا الصحيح، مهما تكالبت علينا أدوات الإجرام، ومهما طغى المجرمون والمتكبرون والمتعاقبون على إجرام هذا الوطن، على الإجرام بحق هذا الوطن، سينتصر الحق، وسننتصر لواقعنا، وسننتصر لجمهوريتنا، وسنعود لممارسة حياتنا الطبيعية وانتخاباتنا الديمقراطية كما نريدها وكما يريدها أحرار اليمن وأحرار العالم معنا. حتى الملتقى أنتم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.